حطيت كوبايتين ونص من اللبن على النار يدفو عشان نعمل بالشوكولا. الطاجن برضو او البايركس بدهنه مادة دهنية ومن الحروف عشان اما اجي اقطع البودنج بتاعي يطلع ملزق، وببطنه معلقة سميط اللي هو دقيق السميط بتاع البسبوسة بالشكل ده كده. طيب نعمل ايه تاني يا عم حسن؟ تعالى نعمل الايه الحشو بتاع الزبده، بس هنعمله بالشوكولاه. ازاي يا حسن؟ بجيب برضو شرايح التوست بتاعي وبجيب زبده وبديها كاكاو، الزبده الطريه بتاعتي اديتها كاكاو واقلبها بقت بطعم الشوكولاه. تمام؟ زي ما انت شايف كده يا حسن. بنفس الطريقه اجيب شرايح التوست وهحط مكان الزبيب هحط حبوب شوكولاته يا حسني، زي ما انت شايف كده قدامك حبوب شوكولاته او قطع شوكولاته. وبعد كده هاخد زبده الشوكولاته احشي بيها شرايح التوست زي ما انت شايفه كده. وتقدري شرايح التوست دي تقدميها افطار او بالليل وانت قاعده مع مشروب بارد وسخن، تقضي سندوتشات الزبده بطعم الشوكولاته او بطعم الفانيليا مع مشروب بارد او دافي الصبح او بالليل. خدي بالك من التركه دي. وتديها قطع شوكولاته من جوه عشان تبقى سايحه من جوه تستمتعي بيها وانت بتاكليها. تعالى بقى يا حسني نحط حبيبات الشوكولاته. يا جمالك. واروح جايه مغطيه الساندوتش ده الجزئين على بعض واضغط عليه. ايوه واحده واحده كده. وبنفس الطريقة اللي أنا نظفت بيها الحروف بتاعتي هنظف أهو. وأروح جاية قطعاهم على اتنين. وأخدهم كده يا حسني وأرصهم جنب بعض في البايركس اللي أنا دهنته مادة دهنية وبطنته دقيق سميط. وفي نفس الوقت ما تنسيش إن في كوبايتين من ونص من اللبن على النار بيدفو عشان اعمل خليط اللبراي بتاع الشوكولا. وانت تقدري تقدمي قلنا السندوتشات دي المحشيه زبده بالشوكولاته او محشيه زبده بالفانيليا، تقدري تقدميها في الفطار او في العشاء مع مشروب دافي او مشروب بارد لاولادك او لضيوفك. وهعمل لبراي برضو بس هطعمه بالشوكولاته عشان يطلع بطعم الشوكولاته. يبقى القيمه الغذائيه بتاع البودنج قيمه غذائيه عاليه لان فيها كل حاجه تقدري تديها لاطفالك بالليل او الصبح زي ما انت عايز. يا جمالك يا حسن. تعالى نعمل اللبراي. اللبراي بتاعي خمس بيضات يا حسني، واطعمهم بسنه فانيليا، واجيب لهم معلقه كاكاو غامق، معلقه كاكاو غامق عشان اطلع اللبراي بطعم ايه. قبل ما احط السكر بدمج الكاكاو مع البيض والفانيليا عشان اعمل معجون الشوكولا. خطواتك كده كلها قدامك يا حسني. وبعد ما ربيت الشوكولاه مع البيض والفانيليا اروح نازله عليهم بنص كوبايه من السكر، نص كوبايه من السكر، واربهم كويس قوي مع بعض. يبقى البيض والفانيليا والكاكاو. وبعد كده عندي ايه اللبن الدافي مهم جدا، اربهم كويس قوي مع بعض بخطواتك كده. وفرني برضو على درجه حراره 160 في حمام ميه هيقعد ساعه برضو. تعالى بجيب اللبن الدافي كده وبحطه كله مرة واحدة واحل بيه وادمج الخليط ده كله مع بعض واصفيه برضو زي ما صفيته قبل كده. واتأكد ان هو مفيش فيه اي كتل بصفيه،
خدي بالك من التركه دي. التصفيه ليه يا حسن؟ عشان ما يكونش في اي كتل يبقى مخرز معاك. اتاكدت من الكلام ده كله، بجيب وعاء اخر واروح حاطه فيه الخليط كله. يا جمالك يا عم حسني يا تفاصيل. واروح جايه ابدا اسقي الخليط بتاعي ده، البايركس بتاعي ابدا اسقيه، ولازم يبقى دافي عشان التوست ده يشرب. خدي بالك من التركه اهو، شوف الخليط نازل مفيش فيه اي كتل. ليه؟ لان احنا صفيناه، وقبل ما اصفيه دمجناه كويس جدا 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 جدا. شربي التوست الاول واحده واحده كده بتاعك بالخليط اللي انت عاملاه بطعم الشوكولاته. وبعد كده انا اديت قطع من الفستق، هدي قطع من الشوكولاته فوق دلوقتي عشان تسيح جوه اللبراي برضو. تعالى كده يا حسني، بجيب حبيبات الشوكولاته وبوزعها كده على اللبراي بتاعي. وبجيب منديل وبمسح الحروف. وفرني مظبوط على درجة حرارة 160، والبايركس بتاعي في حمام مية، هحطه برضو في حمام المية برضو. تعال يا عم حسني، ندخله الفرن مع اخوه. بحرك ده شويه عن مكانه. وازود له سنه من الميه. واسيبه برضو لمدة ساعة في الفرن في حمام المية. هعرف ازاي يا عم حسني ان هو بدأ يتجانس معايا؟ هبدأ ادخل جواه خلة وسكينة صغيرة طلعت بدون اي سائل، يبقى استوى.